ونروح سوا على جريدة البوابة نيوز، موجودة في مقرها حاليا زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر الأخبار وأهم المانشيتات الموجودة في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة. صباح الفل عليكي، تفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة زي ما انت قلت بالظبط من داخل مقر البوابة نيوز، ومعانا عدة منشطات. طبعا أولى هذه العناوين من موقع اليوم السابع: منتخب شباب اليد يواجه الكونغو في البطولة الإفريقية برواندا. يلتقي اليوم طبعا الاثنين منتخب مصر للشباب لكرة اليد مع منتخب الكونغو، ده طبعا في ثاني مواجهاته بالبطولة الإفريقية لكرة اليد للشباب، واللي طبعا بتقام في رواندا من الفترة 20 حتى 29 من أغسطس الجاري، ودي طبعا يعني البطولة في نسختها 29. ومن المقرر أيضا أن يلتقي المنتخب المصري للشباب لكرة اليد مع الجزائر، ده طبعا بعد غد الأربعاء، لأنه طبعا هياخد أو هيحصل على راحة غدا الثلاثاء. طبعا يعني بالنسبة للمجموعات الخاصة بهذه البطولة، أكيد طبعا يعني عرضها تقرير اليوم السابع. المجموعة الأولى بتضم منتخب تونس ومنتخب المغرب ومنتخب أنغولا ومنتخب رواندا، وفي المجموعة الثانية بتضم منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب الكونغو ومنتخب ليبيا. تاني عناويننا النهارده من البوابه سبورت: يوسف حميده يمثل مصر في بطوله العالم للمصارعه. نجح يوسف حميده طبعا في الفوز بشرف تمثيل لمصر في بطوله العالم للمصارعه الحره بعد فوزه على ضياء الدين جوده بنتيجه 5-1 في مباراه شهدت قمه الروح الرياضيه والمنافسه الشريفه. والحقيقه ان يعني كل المتابعين للمصارعه الحره كانوا بيتحدثوا عن هذه المباراه بشكل كبير جدا، لان الحقيقه ان هي شهدت تحكيم ايضا شريف وروح رياضيه ما بين المتنافسين، وده اللي هيستعرضه تقرير بابا سبورتس في السطور التاليه. طبعا فاز يوسف حميد على منافسه ضياء جوده بطل الميزان الاصلي واللاعب الاولمبي ليمثل مصر في بطوله العالم المقبله، المقرر اقامتها طبعا في بلغراد في الفتره من 10 وحتى 18 من شهر سبتمبر المقبل. وطبعا يعني بعد انتهاء المباراه تبادل كل من المنافسين تبادل الصور التذكارية، وكمان يعني تمنى الخاسر أو المنافس الآخر الحقيقة كل الحظ ليوسف حميدة وهنأه كمان بالفوز. وطبعا يوسف حميدة الحقيقة أنه هو يعني كان قرر أنه هو يمثل أو يمثل مصر في جميع المحافل الدولية، ده طبعا بعد ما تخلى عن الجنسية الرياضية الأمريكية، ودي حاجة الحقيقة يعني نادرا لما بنشوفها خلال هذه الفترة. والحقيقة أنه هو قدر أنه هو يشرف مصر في المحافل الدولية اللي مثلها خلال الفترة الماضية بعدما تخلى عن الجنسية الرياضية الأمريكية. وطبعا يمكن كان أبرز هذه الجولات أو أبرز هذه البطولات أكيد طبعا كانت بالميدالية البرونزية في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة بوزن 125. ومن موقع كورة: ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصعق سويسداد في الليجا. طبعا حقق برشلونة الفوز بنتيجة 4-1 على ريال سويسداد مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، وسجل برشلونة ليفاندوفسكي الحقيقة هدفين يمكن في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة 69، وديمبلي طبعا أكيد يعني حقق الفوز برضو أو شارك في هذا الفوز طبعا بعدما سجل هدف في الدقيقة 66، وأنسو فاتي أيضا سجل هدف في الدقيقة السادسة. وبكده يكون رفع برشلونة رصيده لأربع نقاط في المركز الخامس، وتجمد طبعا رصيد سويسداد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. أخيرا بقى النهاردة يعني أكيد كان مهم الحديث عن قمة كبيرة جدا بينتظرها كل عشاق كرة القدم حول العالم وتحديدا متابعي البريمير ليج، وده عنواننا الأخير النهاردة من موقع يلا كورة: ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد بقمة البحث عن الانتصار الأول في البريمير ليج. طبعا يشهد اليوم الاثنين قمة الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي بريمير ليج بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، وبيدخل
ليفربول مواجهة يونايتد، وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين من تعادلين، وعلى الجانب الآخر بيحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر بدون نقاط بعد خسارته في أول جولتين وتعادل طبعا زي ما احنا عارفين أو تحدثنا في جولتنا الصحفية الماضية أن ليفربول تعادل في الجولة الأولى وأيضا الجولة الثانية في البريمير ليج، ودي كانت بداية غير موفقة سواء لليفربول وأيضا لمانشستر يونايتد، لأن حقق طبعا ليفربول التعادل في الجولة الأولى مع فولهام بنتيجة 2-2، وأيضا في الجولة الثانية تعادل بنتيجة 1-1 مع طبعا كريستال بالاس، ودي كانت نتيجة مخيبة لكل جمهور أو مخيبة لأمال كل جمهور ليفربول بشكل كبير جدا. وطبعا حقق مانشستر يونايتد، الحقيقة أنه وصف تقرير يلا كورة أن كانت انطلاقة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج أن هي أسوأ انطلاقة لي على الإطلاق أو خلال الفترة الأخيرة، ده طبعا بعدما خسر في الجولة الأولى أمام برايتون بنتيجة 2-1 قبل طبعا أن يسقط أمام برينتفورد بهزيمة ثقيلة، وكانت النتيجة 4-0، ودي كانت نتيجة كبيرة جدا على كل جمهور مانشستر يونايتد، ويبحث كل من الفريقين طبعا عن الفوز الأول لهم في البريمير ليج هذا الموسم بعد فقد ليفربول 4 نقاط بعدما خسر مانشستر يونايتد أيضا 6 نقاط. وطبعا أكيد يعني استعرض تقرير يلا كورة طبعا عن نجمنا نجم ليفربول طبعا المحترف محمد صلاح وأيضا نجم المنتخب المصري، لأنه هو بيدخل هذه المباراة في جعبته 9 أهداف في المواجهات ما بين ليفربول أو في القمة دايما ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. ويعني إن شاء الله النهاردة لو انفرد صلاح أو أنه هو قدر أنه هو يسجل النهاردة هدف حقيقي طبعا هيكون هو ينفرد طبعا الفرعون بصدارة هدافي الكلاسيكو الأكبر والأعرق في إنجلترا ما بين ليفربول وما بين مانشستر يونايتد. دي طبعا كانت كل عناويننا الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر بوابة نيوز. بشكرك جدا يا كريم، الكلمة ليك مرة أخرى. أنا اللي بشكرك يا مريم، جزيل الشكر على هذه التغطية المتميزة. ماتش هيكون مهم جدا يا حضرات اللي مريم يعني ختمت تغطيتها بيه، ليفربول طبعا اللي ليه عشاق بالملايين في مصر وفي الدول العربية وتحديدا كل محبي محمد صلاح أكيد هيتابعوا الماتش ده. وبعدين زي ما سمعتوا كده من كلام مريم يعني أهو مانشستر يونايتد جماهيره مش مبسوطة قوي، ليفربول جماهيره مش مبسوطة قوي، ليه؟ لأن في فترات معينة وارد، طبعا ما فيش مقارنة، احنا بنتكلم على ماتش أو اتنين، لكن أنا بتكلم مع حضراتكم على المبدأ ذات نفسه، أكيد كل جمهور بينتمي لفريق وخصوصا الفرق اللي هي من العيار التقيل زي ليفربول وزي مانشستر يونايتد وزي بايرن ميونخ وزي اليوفي، يعني النوع ده من الجماهير فاهم كويس قوي ان ممكن جدا فريقه يمر بمرحله تعثر، يمر بكبوه زي ما احنا كنا بنوصف اللي احنا شخصيا بنمر بيه في هذه الفتره. وارد جدا ان ده يحصل، وارد انه يحصل مع فرق كبيره بحجم الاسماء اللي انا قلت لحضراتكم عليها. فكل اللي احنا فيه ده ان شاء الله باذن الرحمن قابل للتغيير طالما ان احنا بناخد خطوات جديه فعلا ومدروسه ومحسوبه مظبوط لتغيير الوضع الراهن الغير مرضي باي حال لكل جماهير النادي الاهلي.